إلى المشاريع والمبادرات الخيرية المتعلقة بعيد الأضحى المبارك ونافذة على أعمال ومشاريع مؤسسة وفاء المحسنين الخيرية. هذه التفاصيل وهذه النافذة ستكون من خلال الأستاذ نبيل جمعة، نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة وفاء المحسنين. أستاذ نبيل، أهلا بك معنا وأسعد الله صباحك، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بالصحة والسلامة، حياكم الله أستاذ يحيى. حياكم الله. بداية خلينا نحن نشوف بس موضوع الجمعية بشكل عام قبل الحديث عن فعاليات أو مبادرات اللي حتقوموا فيها في عيد الأضحى المبارك. أهداف هذه الجمعية بداية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يعني نحن نعيش يوم عرفة وهو أعظم وأجل أيام الله سبحانه وتعالى، وبهذه المناسبة نبرق بالتهنئة لعموم أبناء شعبنا الفلسطيني ولعموم أبناء الأمة العربية الإسلامية، كل عام الجميع بخير. وفاء المحسنين ذكرنا وأيضا نعيد في هذه الإطلالة في هذا المنبر الكريم، هي مؤسسة تركية دولية نعمل في 7 مناطق حول العالم في مجالات التنمية والإغاثة بفضل الله عز وجل. جميل، تحدث أكثر بس عن المشاريع، مشاريع التنمية التي تقومون فيها. نعم، المشاريع الإغاثة تتمثل في المواسم مثل رمضان والأضاحي الذي نحن على مقربة يوم عنه، وأيضا مشاريع المدارس. المشاريع التنموية متمثلة في مشاريع الإعمار ومشاريع المياه ومشاريع التعليم والصحة، هذه يمكن تقسيمها إلى إغاثة وتنمية. جميل، ماذا عن هذا العيد، عيد الأضحى اللي حيكون إن شاء الله بكرة، ونستمع منك يعني أبرز مشاريعكم في هذه في هذه الأيام. حقيقة نحن في هذا العيد وضعنا خطة من أجل أن نستهدف أكبر شريحة ممكنة من الأسر المستحقة لهذه الأضاحي، وربما نفذنا بعض الأفكار الجديدة الجميلة في بعض مناطقنا وخصوصا في قطاع غزة، حيث اخترنا بعناية فائقة عدد كبير من الأسر التي لم تضحي عبر سنوات عديدة، وقدمنا لهم هدية العيد عبارة عن أضحية كاملة بحيث أن تعيش الأسرة فرحة الأضحية. بإضافة أنهينا كام سداداتنا في مناطقنا 7، من أجل سوف نبدأ مع فجر بعد صلاة العيد بإذن تعالى الذبح في مناطقنا 7، وتركيزنا بفضل الله تعالى في قطاع غزة وفي الشمال السوري. جميل، الآن هل هنالك أيضا فعاليات أخرى مثلا متعلقة بالأطفال، بهدايا، بمسائل مثل هذه، ولا الأمر اقتصر فقط على الأضاحي؟ لا شك أنه هذا العيد بيقولوا عنه بيسموه عيد اللحمة. هو لا شك المشروع الأساسي هو مشروع الأضاحي. نعم. لحوم الأضاحي، ولكن هناك مشاريع مساندة ومصاحبة لهذا المشروع، تتمثل في كسوة العيد للأطفال، تتمثل في تنفيذ أنشطة ترفيهية وخصوصا في قطاع غزة كما ذكرت وفي الشمال السوري، تتمثل بالأمس كان عندنا جولات ليلية لتقديم مساعدات نقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، في القدس، في الشمال السوري. جميل، أريد أن أسأل إذا كانت الجمعية تقوم بهذه الفعاليات أو هذه المبادرات لوحدها أم بمشاركة ربما مؤسسات أخرى أو ربما جمعيات أخرى، أم كيف يتم سياق العمل في هذا الموضوع؟ نحن فضل عز وجل لدينا فروع معتمدة في كل من فلسطين، وهنا أقصد الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأيضا في بوركينا فاسو. باقي مناطق عملنا نحن في شراكة مع جمعيات محلية، ولدينا أيضا فرق تطوعية فيها، وبالتالي يتم التنفيذ بالتعاون والتنسيق مع فرقنا التطوعية وشراكاتنا المحلية. جميل، لكم أيضا تعامل مع الحكومات أم لا؟ يعني قطاع غزة مثلا عندنا بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة للزكاة. في الشمال السوري لدينا تعاون مع الإدارات العامة، الإدارات المحلية، خصوصا في مواضيع البناء، وبالتالي لدينا تعاون بما يخدم ويحقق مصلحة الأهداف الشريحة المستفيدة. جميل، خلينا نتحدث أيضا مع عيد الأضحى المبارك، لكن آخر المشاريع التي قامت بها الجمعية ما هي؟ يعني هذه أنا أود أن أستغل هذا المنبر لأزف بشرى. قبل أيام قليلة كنت متواجدا في الشمال السوري وتحديدا في مدينة إعزاز لافتتاح أول قرية تم بنائها بعد كارثة الزلزال الذي كان في 6 فبراير، قرية وفاء رفقة الجنة. هذه القرية مكونة من 100 وحدة سكنية نموذجية، وعندما أتكلم نموذجية فأنا أعني هذا الوصف، من حيث المساحة، من حيث ملائمة طبيعة سكان أهلنا في الشمال السوري، ومدرسة ومسجد.
هذا المشروع كلف ما يزيد عن 1,000,000 ريال قطري، وهو بالمناسبة من تبرع فعالات خير في دولة قطر، بارك الله فيهم، وأسأل تعالى أن يزيهم عنا وعن أهلنا في الشمال السوري خير الجزاء. فهذا المشروع حقيقة أنا أتوقع أنه كان في توقيت مناسب، ونحن على أيام من عيد الأضحى المبارك، وأسأل تعالى أن يكون بلسم وبداية خير للأسر التي تضررت من الزلزال في الشمال السوري. 1,000,000 ريال قطري تقريبا 360,000 دولار. نعم 360,000 دولار. كم عدد المستفيدين من هذا المشروع؟ نتكلم عن 100 وحدة سكنية متوسط الأسرة 5 إلى 6، نتكلم عن حوالي 600 فرد استفادوا من هذا المشروع بالإضافة إلى المدرسة والمسجد. هؤلاء الأشخاص المستفيدين يقعون في نفس نطاق الجغرافي التي أقيمت نعم. في القرية أم؟ المستفيدين هم أصلا متضرري الزلزال في منطقة جنديرس. نعلم أن بؤرة الزلزال كانت في شمال سوري في منطقة جنديرس، في هذه المنطقة، فنحن صحيح. استهدفنا متضررين من الزلزال، وبعد معاينة واختيار بعناية اخترنا منطقة إعزاز لأنها الأقل ضررا والأكثر أمانا، وتم بناء القرية في هذه المدينة، وتم تسكين المتضررين من منطقة جنديرس إلى منطقة إعزاز بريف حلب. هو تقريبا منطقة جنديرس بالفعل كانت هي أكثر المناطق تضررا بفعل هذا الزلزال الكبير الذي ضرب مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير الماضي، قبل نحو أو أكثر بقليل من 4 أشهر. وكيف أنا حب أيضا نتعرف على أحوال الناس في الفترة الحالية ما بعد هذا الزلزال، وخاصة في منطقة مثل جنديرس، أين كانوا يعيشون الناس؟ أين كانوا متواجدين أساسا؟ هل كان هناك نزوح أم حصل النزوح ثم حصل هناك عودة إلى المنطقة؟ دعنا أيضا نتعرف على آخر نعم. الأخبار. أنا في هذا الموضوع أريد أن أذكر أنه نحن منذ اللحظة الأولى للزلزال عملنا في موضوع الشمال السوري على 3 مسارات متوازية، نعم. مسار إغاثة عاجلة، مسار إيواء مؤقت، ومسار إيواء دائم. الإغاثة العاجلة تمثلت في القوافل التي أطلقناها وكنا على تماس مباشر، والإيواء المؤقت متمثل في المخيمات التي كانت عبارة عن خيم مجهزة بدورات مشتركة بمنافع بأدوات للتدفئة. ثم الحمد لله عز وجل الآن نحن انتقلنا إلى مرحلة الإيواء الدائم المتمثلة في أول قرية فتحناها، قرية وفاء رفقة جنة، وهي كما ذكرت 100 وحدة سكنية كاملة من أكثر العوائل المتضررة في زلزال الشمال السوري. جميل. أنا هيك أفهم أن جمعية وفاء المحسنين لا تقتصر فقط على مسائل مرتبطة بالعمل الخيري من باب مثلا طرود لأسر محتاجات، كفالة أيتام وما إلى ذلك، حتى في الطوارئ وفي الكوارث دعني أقول تكون أيضا هي موجودة. نعم في العمل. نعم أنا أقول لك يعني صراحة في الشمال في الزلزال كنت متواجد أنا في الجنوب التركي، وعشنا مع جمعيات تركية كبرى سواء في كرامرعة، سواء في ملاطية، سواء في أضيمان وفيها طاي، عشنا بكل تفاصيل الحدث، وفضل تعالى كان لنا مساهمات قيمة، كما في الشمال السوري كنا أيضا في جنوب التركي، وهذا يدل على أن نحن في مجتمع احتضرنا ويجب أن نرد له الجميل في الكوارث الطبيعية. في موضوع الحديث عن الكوارث والنشاط من قبل الجمعية أيضا، هناك مسألة الحروب، نعم، هل تنشطون فيها؟ يعني على سبيل المثال السودان اليوم في هنالك حرب، نسأل الله أنه هي تنتهي بأسرع وقت ممكن، هل تنشطون أيضا؟ هل تقدمون المعونة، تقدمون الغوث في هذه في مناطق النزاعات يعني أم لا؟ إحنا في السودان قدمنا في مرتين مساعدات عاجلة، هذه المرة وفي مرة تذكر سيدي يحيى في الطوفان قبل عامين تقريبا، حدث طوفان كبير، نعم، وتدخلنا بفضل عز وجل، ولكن أيضا نحن نركز على مناطقنا السبعة. اليوم نحن أيضا تم فتح ساحة عام جديدة، عندنا بناء وقف كبير في دولة أوغندا، وهي دولة بالمناسبة تحتاج إلى عمل وجهد كبير من المتبرعين. ماذا عن الجانب التعليمي أيضا؟ هل تعمل الجمعية، جمعية وفاء المحسنين، في هذا الجانب؟ هل تقدم مثلا الدعم للطلاب؟ أو لأنك أنت ذكرت قبل قليل أنكم من ضمن العمل في قرية وفاء أيضا بنيتم إحدى المدارس هناك. نعم، في القرية تم بناء مدرسة أمهات المؤمنين، وهي تحتوي على 9 فصول دراسية تغطي كامل المرحلة الأساسية، نعم، بحيث يلتحق أبنائنا بإذن الله تعالى في بداية العام القادم في هذه المدرسة. في الشق التعليم أيضا في قطاع غزة وفي القدس الشريف نقدم في مشاريع العودة للمدارس، نقدم دعما للطلاب الأشد فقرا والأكثر احتياجا، وأيضا في باقي مناطق عملنا السبعة. هل تبنون أيضا المستشفيات مثلا؟
لدينا مساهمات في موضوع الأجهزة الطبية، في موضوع المستهلكات الطبية، وخصوصا في العدوان المتكرر على قطاع غزة. ماذا سيكون في المتابعة بشأن مثل هذه القرية، قرية وفاء التي بنيت في إعزاز شمال سوريا؟ ستبنى هذه القرية، سيكون هناك متابعة مثلا لبنى تحتية لاحقا، لتعميرات ربما، لتعديلات وما إلى ذلك، أم ستكتفي فقط الجمعية بالبناء ومن ثم ستكون تحت تصرف يعني قطعا الحكومة هنا؟ لا نتركها، هو بالأساس هناك تنسيق مع المجلس المحلي. نعم. ولكن نحن نستهدف بناء عيادة مستوصف صحي في المنطقة، وأيضا هناك متابعة متمثلة في توفير دعم متجدد لسكان هذه القرية بإذن الله عز وجل. جميل. ما الذي تفكرون فيه أيضا لاحقا؟ هل سيكون هنالك من مشاريع مستقبلية، سواء كانت مشاريع صغيرة توازي مثلا فكرة الأضاحي، أو مشاريع كبيرة ربما كبناء مثلا هذه القرية، قرية وفاء في إعزاز شمال سوريا؟ الحقيقة أنه الكارثة والوضع الإنساني في قطاع الشمال السوري هو وضع مأساوي. تكلم عن حوالي 1.5 مليون نازح في الشمال السوري، ثم هم أصلا نازحين. نعم. ثم أتت كارثة الزلزال وزادت الطين بلة في هذا المنطقة. الآن نحن بحاجة إلى تعزيز كما ذكرت مشاريع صغيرة متمثلة في مهن صغيرة، متمثلة في تربية الماشية، متمثلة في صناعات خفيفة. نحن في الله عز وجل الآن نقدم مقترحات لمؤسسات الداعمة والشركة لنا في أن يكون لها هذا النصيب الأكبر في تمويل هذه المشاريع الصغيرة. بالتوازي مع ذلك أيضا نحن نعمل في مسار موازي في مناطقنا كلها. الشمال السوري له أولوية، وأيضا قطاع غزة المتمثل في الحصار الممتد عبر أكثر من 16 عام على أهلنا في قطاع غزة. من أين تنطلقون أيضا أستاذ نبيل في يعني هذه التجهيزات؟ أنت تحدثت أن القرية مثلا كانت بتبرع كريم من ربما شخص فعلت خير من قطر. نعم، من دولة قطر. المشاريع الأخرى أيضا كيف تنطلقون فيها من الناحية المادية؟ نحن في الناحية التمويلية لدينا مسارين، مسار متمثل بشراكاتنا مع مؤسسات داعمة، لدينا شراكات بفضل الله عز وجل مع جمعيات في كندا، في أستراليا، في بريطانيا وفي أندونيسيا. والجانب الآخر وهو الذي يعني نوليه اهتمام أكبر، الجانب الفردي. لدينا عمق حقيقي مع كثير من شعوبنا العربية، خصوصا في الخليج العربي، في سلطنة عمان، في قطر، في الكويت، وهؤلاء يمثلون لنا يعني أيضا يعني رصيد حقيقي. نحن في وفاء المحسنين لدينا إجراءات واضحة شفافة، لدينا موقع إلكتروني، لدينا حسابات بنكية واضحة، لدينا منصة تبرع إلكتروني، يستطيع أي شخص في العالم أن يتبرع وهو بمنزله، وبالتالي نحن شفافون في هذه الناحية. وأيضا لدينا شراكتنا كما ذكرت في البداية مع مؤسسات دولية في كندا وأستراليا وأندونيسيا. شو الخطوة المقبلة حتكون عندكم؟ الخطوة المقبلة إن شاء الله عز وجل أن نستكمل بناء مستوصف ليخدم سكان هذه القرية، وايضا الخطوه القادمه ان نبني وقف اللي هي قريه وفاء. نعم. ان نبني وقف مماثل له في قطاع غزه ان شاء الله. يعني نتمنى لكم التوفيق، وانا يعني كثير سعيد بهذا العمل من جانب، وسعيد بانك تحدثت على ان هنالك فاعلي خير. نعم. كثر نحن لا نعرفهم، ويكفي ان الله سبحانه وتعالى يعرفهم، وهذا يبعث بالنفس حقيقه الطمانينه ان الخير موجود، الخير في أمتي إلى يوم الدين إن شاء الله. وأشكرك جزيلا، ونشكر كذلك الجمعية على هذا العمل وهذا العطاء أيضا الكبير الذي تقدمه في مختلف المناطق الجغرافية، وإن كان الحديث تركز تقريبا على قطاع غزة وكذلك على شمال سوريا بحكم أن المشاريع الأخيرة كانت في هاتين المنطقتين. أشكرك جزيلا على حضورك معنا في هذه الفترة أستاذ نبيل جمعة، نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة وفاء المحسنين. حياكم الله. شكرا جزيلا لك.